فريق طبي وتمريضي متخصص على مدار الساعة لتوفير سبل الرعاية بالمستوى على المستويات اللي ممكن احنا نقدمها في مملكة البحرين واللي تنافس دول العالم اللي تواجه نفس المرض وتتبع البروتوكولات العلاجية اللي تشابه الموجودة في مملكة البحرين والمنطقة، واحنا على اطلاع كامل مع ومشاركة خبرة البحرين مع الدول الأخرى لتغيير البروتوكولات مع المعلومات الجديدة اللي توصلنا عن هذا الفيروس. احنا مثل ما ذكرنا في السابق هو فيروس جديد، ويمكن تلاحظون انه بمعدل يوميا في 4 إلى 10 مثل ما نقول إصدارات علمية على مستوى العالم وتؤخذ بعين الاعتبار في تغيير البروتوكولات العلاجية، وإحنا على تواصل مع جميع الدول لمشاركة خبرة البحرين. إجمالي اللي خرجوا من الحجر الصحي الاحترازي 669، واللي تعافوا 591 حالة وخرجوا، والحمد لله كلهم نتابعهم إلى 4 أسابيع بعد خروجهم من المستشفى ومن المراكز العزل، وهذا للتأكد من خلوهم من الفيروس. وطبعا هذه المدة بنيت على خبرة جميع الدول وعلى خبرتنا في مملكة البحرين أن الفيروس ممكن يستمر في حالات بسيطة إلى مدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع حتى بعد التعافي وبعد خروج المرضى إلى منازلهم. من هذا المنطلق احنا نؤكد أن جميع في حجر صحي حتى بعد خروجهم من المستشفى، ويكونون احنا نتابعهم بصفة دورية. بالنسبة إلى الموضوع الأهم يمكن يشغل الجميع اللي هو نتيجة الحملة الاستباقية، واللي من خلالها شفنا حالات متزايدة من في العمالة الوافدة.